بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم معنا في كورس ادوبي الستريتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله عاوزين نعمل حاجة في الالستريتور الجديد، ان هو يدعم اللغة العربية. طبعا لو انت جيت كتبت هنا لغة عربية هتلاقيها مفرطة ومش مشبكة في بعضيها. يعني لو انا اخدت التايب تول العادية او اي تايب تول عامة منهم وجيت كتبت مثلا ايه السلام عليكم، هتلاقيها بالمنظر ده كده جاية من الشمال لليمين وحتى مش متشبكة، لانها اصلا جاية من الشمال لليمين والعربي مش كده. كاتب لك ايه السلام عليكم، تيجي تقول لي طب خلاص نخليها رايت، خليها براحتك. ماشي، هتعمل ايه يعني؟ الموضوع مش موضوع رايت كنترول زد، الموضوع مش موضوع رايت وليفت، الموضوع موضوع ان البرنامج اصلا يفهم انك بتكتب عربي. طبعا مجموعه الادوبي عامه لما بتتطور اختياراتها بتتغير، ماشي؟ يعني انا هقول لك برضو على حاجه على اساس ممكن تكون انت شغال بالالستريتور القديم ولا حاجه. لو انت شغال بالالستريتور القديم او الفوتوشوب القديم او اي حاجة من حاجة الادوبي نفس القصة، بيبقى فيه من ايديت بتختار بريفرانسز، واخد بالك؟ او الريفرانسز بتاعتهم يعني بتختارها وبتبدأ تشوف اللغة فين اللي هي بيبقوا كاتبين عليها ديك ميدل ايست، بتروح معلم عليها وبعد كده بتبدأ تشتغل. يعني لازم تعلم عليها الاول بعد كده تبدأ ايه تشتغل. هنا الوضع اختلف في مجموعة الادوبي الجديدة، الوضع ماله اختلف. اول حاجة انت اصلا علشان تقلب النص ده لنص يقبل العربية بتعلم عليه كده، ماشي؟ وبتدوس على الباراجراف، بتدوس على ايه؟ الباراجراف اللي كنا اتعلمناها قبل كده. في كده فوق اوبشن، يعني ده الاوبشن بتاع الباراجراف تحت هو كله. في بقى فوق في ايه زرار كده زيادة عليه ايه؟ عليه شرط شرط ونقط نقط كده اهو، هو فوق اهو، فوق على اليمين اهو. هتدوس عليه، بمجرد انت ما بتدوس عليه بيطلع لك شويه اختيارات. المفروض هنا يبقى فيه ايه الاختيار بتاع الميدل ايست اللي هم بيبقوا كاتبينه ايه ميدل ايست، خلاص؟ طيب هو مش موجود، فانت بتروح علشان يظهر لك هنا بتروح تظبط حاجات في ايه الاعدادات الاول. ازاي؟ من قائمه اديت بختار ايه بريفرنسز، تمام؟ لو دوست على بريفرنسز بيطلع لك اختيارات منها، فانا هختار التايب، الطيب الكتابه اهو، في جنرال، في 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 في، انا هختار التايب اللي هي الكتابه. يبقى من اديت ريفرنسز تايب، هتدوس على تايب هيطلع لك الايه الاعدادات. في بيقول لك ايه دي اعدادات اللغه اهي، لانجويج اوبشنز، على اساس الحاجه اللي انت عايزها، اسيا بقى ولا اندك ولا الكلام ده كله، واخد بالك؟ انا هعلم على ايه شو اندك عشان يظهر لي بتاعت الميدل ايست دي، خلاص؟ واروح دايس ايه اوكي زي ما انا هو معلم على النص، ماشي؟ وهروح على الباراجراف وهدوس على الاوبشن اللي فيه الباراجراف وهعلم على ايه ميدل ايست بتاعت ايه افري لاين دي اهي، شبكها وجابها على اليمين ويمين للشمال وكل حاجه تمام. يبقى الموضوع مش موضوعي بقى المحاذاه، المحاذاه حاجه، واخد بالك معايا؟ المحاذاه حاجه واللغه نفسها حاجه تانية، فاهم ازاي؟ اللغه نفسها ايه حاجه تانية. فهو كده ايه قبل منك العربي. طب حلو قوي، لو انا خدت النص ده ركنته فوق كده ورحت جاي راسم نص تاني باراجراف بالمنظر ده كده ورحت كاتب فيه السلام عليكم، بقى يقبل منك اهو، خدت بالك؟ ورحت نازل ايه سطر ورحت كاتب ايه السلام عليكم، اهو خدت بالك؟ اهو السلام عليكم، خدت بالك؟ ورحمة الله، فاهمني؟ هنا بقى ايه انك انت تعلم عليه كده وتخليه يبقى في النص او يمين او شمال، ده دي محاذاه. او تزود وتخليه جاستيفاي، ده دي ايه كلها ايه محاذاه. فانت هنا بفضل الله بتعمل اللي انت عايزه، غير لما تكون ظابط اللغه اصلا انها تدعم معاك الايه الميدل استريم بقى والكلام ده كله هما بيكتبوه ده، خلاص؟ على اساس ايه تبقى مظبط اللغه نفسها، فاهمني؟ تبقى مظبط ايه اللغه نفسها. وطبعا الاختيارات بتتغير من اصدارات لاخرى، ده الكلام ده دلوقتي في الاصدارات الجديده بتاعت ايه ادوبي.
قبل كده كان حاجه، ممكن بعد كده لما يجوا يحدثوا يبقى حاجه تانية. المهم تكون انت فاهم الايه الفكره. وساعات اصلا بتبقى انت مسطب ادوبي هو لوحده، وانت بتسطبه بيبقى لقط الكلام ده وعامله لوحده من غير انت ما تعمله، تمام؟ بيبقى على حسب الايه الاصدار اللي انت شغال بيه. كل ده ليه؟ عشان لو حبيت تعمل اي شغل يبقى سهل عليك بفضل الله. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.